اللي ليش عاد بإيدك؟ حتى لو كنت الملك، إذا ارتكبت جريمة لازم اتعاقب. أنا بعرف أني قسيت عليكي وسمعتك كلام مثل السم، بس أنتي تحملتيني مع أنك ما كنتي مضطرة لهالشي أبدا. لهيك بدي تعاقبيني؟ أنا بستاهل هذا العقاب لأني غلطت كتير بحقك. بترجاكي عاقبيني يا ملكة جودة، بركي بخلص من عذاب الضمير.